عبر الهاتف من أين وينضم لنا العميد لويس يوسف إسحاق النعمة من ضابط في الجيش العراقي. إذن عبر الهاتف مباشرة سيادة العميد، إلى أين وصلت تحديدا عملية تطهير في الموصل الآن؟ صراحة العمليات التي قام بها عصابات داعش كانت كبيرة جدا، وكانت كثير نعم إزالة كافة الألغام وكافة العبوات الناسفة. نحن نناشد المجتمع الدولي والمجتمع العربي ببذل الجهود وكافة المنظمات الإنسانية لإنقاذ المتبقي من الدمار الذي لحق بمدينة الموصل وخاصة الجانب الأيمن. منذ بدء التحرير ولحد الآن وهناك عبوات ناسفة وصواريخ وألغام تلقاها قوات التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية على بعض الأماكن، مثلا في قضاء الحمدانية قرقوش ومثلا في برسلة، لحد الآن لم ترفع ولم تعالج لحد هذه اللحظة. نحن في هذه الجهود المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة، فالأساس والعمل أنه الجهد مطلوب جدا والإنسانيات ضعيفة، وكذلك إعادة ركن العودة للمواطنين النازحين إلى قراهم وإلى بيوتهم وإلى مدنهم تحتاج إلى الدولة. يعني الصوت لا يصلني بشكل واضح سيادة العميد، إذا كنت تسمعني. نعم الصوت لا يصلني بشكل واضح، يعني تسمعني جيدا؟ طيب، لأني لم تصلني الفكرة بشكل واضح، يعني ماذا قلت؟ بأنه العمليات تسير على الأرض الآن لتطهير من ألغام وما خلفه داعش، لكن ما الذي ينقص؟ أو لم أسمع جيدا هذه الجزئية بالتحديد. نعم، الذي ينقص انه جهود دوليه ومسائل فنيه هي غائبه عن الحكومه العراقيه، يعني امكانيات الدوله العراقيه وامكانيات الجيش العراقي اقل من امكانيات التخريب التي تعرضت لها مدينه الموصل. فنحن نناشد المجتمع الدولي، المجتمع العربي، جميع المنظمات الانسانيه، منظمات الامم المتحده ان تبذل الجهود وتفكر بروح العوده للمواطن النازح في الخيار لمرور اكثر من سنتين او 3 سنوات في هذا الظرف القاسي. ونحن مقبلين على ابواب الشتاء، فالمواطنين عانوا ما عانوا، العبوات، المسائل الأمنية صراحة تحتاج إلى جهد دولي كبير. نعم، يعني هناك مناشدة إذن للجهات الدولية لكي تكون هناك مساعدة على الأرض للقوات العراقية. طيب سيادة العميد، يعني لو عندك بنسب حتى تقديرية، يعني عدد الألغام، العبوات الناسفة وتصنيفاتها، يعني ما الذي يوجد على الأرض بالتحديد حتى نوضح يعني الموضوع أكثر؟ من جثث عصابات داعش الإجرامية موجودة لحد الآن يعني بالشوارع ولم ترفع، وكذلك هناك عوائل تحت الأنقاض، وهناك تعرفين يعني مثل الأمراض والأوبئة، الحياة التجارية، الملكية الخاصة للمحلات التجارية، للمحلات السكنية. صراحة احنا تعرضنا إلى تدمير شامل أشبه بسونامي، يعني إرادة إعادة تنظيم من الأساس. فجهود كبيرة من ناحية العمران، من ناحية الإنسانية، من ناحية المادية، من ناحية التعويضات. المواطن حاليا في النزوح يرجع إلى بيته ومهدم، لا يملك إمكانيات مادية لإعادة غرفة واحدة للنوم أو حمام أو مطبخ حتى يعني يقوم بأعماله اليومية وممارساته. الجيش العراقي سيد مقبلين على مدارس وعلى جامعات ودوام بهذا الجانب. سيادة العميد، حضرتك ضابط بالجيش العراقي، ما جهودكم أنتم الآن لكي تسهلوا هذا الموضوع على المواطنين وتسهلوا العودة لهؤلاء المواطنين؟ واجبات الجيش واجبات تحرير، لكن الخدمات والامكانيات الماديه هذه من الاقتصاد المدني. نعم، اقصد في عمليه التطهير، حتى عمليه التطهير ليس الخدمات. قامت باطلاع العبوات. انا قصدت عمليات التطهير لكي يتم تطهير المنطقه بشكل كامل. المواطنون لديهم رغبه بالعوده ولكن لديهم مخاوف من الالغام والعبوات الناسفه المزروعه. نعم، لحد الآن ما مؤمن المنطقة، ما مكتشفة بصورة كاملة، وهناك جهد هندسي كبير من قبل جيشنا البطل بهذا الجانب، لكن هي هذه الإمكانيات. يعني مثل ما نقول يعني بصورة عامة، التدمير شامل والإمكانيات مختصرة، يعني مختصرة أو قليلة أو لا تناسب عمليات التدمير. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا العميد لويس يوسف إسحاق النعمة، ضابط في الجيش العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من نينوى.